ده كان امتى؟ انت تحكي لي الموقف. كان ماتش ايه وكان ايه اللي حصل؟ ده كان ماتش في الدرجه الثانيه الموسم اللي قبل اللي فات. اوكي. لما طنطا كان نزل الدرجه الثانيه. طنطا ساعتها كان قبل الاخير كان بيلعب نجوم، نجوم المستقبل في ملعب نجوم المستقبل في 6 اكتوبر خد 9 هناك في 6 اكتوبر. فالماتش ده طنطا لما خسر بقى الاخير رسمي ماشي في وخسر 1-0. حلو. وكان ماتش كده كان ماتش غريب يعني كان ماتش غريب، وانا كمان كنت رايح الـ الـ الماتش يعني مقريف. انا موجود لا مقريف. انا موجود من التسخين. وانت دايما مقريف يعني بس ماتش موجود. انا موجود من التسخين، انا بحب الماتشات دي والله بحب اروح. فموجود من التسخين فبتبقى يعني ما رحتش مثلا متاخر شويه، الماتش كان بدا ما كانش هوا، الماتش كان متسجل فانا رايح من البدايه خالص يعني. ماشي. الماتش بدا يعني الماتش كان بتاع فرقه النجوم، حتى كمان هم كسبوا امام بضرب الجزاء. بجينا حتى ساعتها كان ماسك النجوم كان امير عز بن جهد. ماشي. يعني اخويا حبيبي ببعته السلام، امير كان هو الماسك. امير كان متنشن ساعتها، الدنيا ما كانتش ماشيه معاه، وحتى جيت بعد الماتش بقول له امير نسجل، قال لي هيما والله ما اقدر اتكلم. كابتن رضا كان معدي بقول له كابتن رضا ممكن اسجل. كابتن رضا كان خسران، كان خسران 1-0. فبقول له كابتن رضا ما عمل تغيير، نزل مساك انا كنت فاكره من الدوري. فكان جنبي لعيب كده، جنبي لعيب من الاحتياطي، فبقول له بقول له مش نزل ده مساكه ونزله فيرود. اصلا نزله فيرود. قال لي جوزي عمل لا جوزي عمل ده وائل جمعه قعدنا فتره بيلعب جنب فيليكس قدام. لاعب فيليكس ده بعد فيليكس بشويه. فلافيو لا احمد فيليكس الناشئين مش احمد فيليكس. فيليكس الناشئين اللي كان طالع جامد ده في جيل في جيل انا وانت ولا الاسئله. لا انا عشان مشيت وراك انا غلطان. فيليكس ما تمشيش ورا بقى، تسلمش على اخر حاجه. بص فيليكس كان طالع، كان عماد متعب اتصاب في ماتش في الفرقه 20 سنه، وفيليكس هو اللي كمل الدور الثاني، لعب الدور الثاني كله جاب جون واحد. ماشي. الجمعه اللي كان بيلعب احكي لي بقى ايه اللي حصل مع رضا عبد الله. كابتن رضا بقول له كابتن رضا هاتوا الصوره ثاني يا شباب. انا كنت حتى مقدم يعني انا مقدمه بقول واحد من نجوم الكره المصريه نجم مصر نادي الاهلي والزمالك كابتن رضا عبد الله مدير فني نادي طنطا، برحب بحضرتك على شاشه تايم سبوت، خساره جديده، الوضع بيتأزم اكتر بالنسبه جدا. لا قلت له خساره جديده للنادي. ده كان الماتش الثالث او الرابع ورا بعض يعني. ماشي. على التوالي بيتغلب، انا مقدمه كده والله. فبقول له الوضع ايه دلوقتي؟ هو سؤال. فلقيته راح باصص لي كده، وضع ايه؟ قال لي ايه السؤال الرخم ده؟ رحت انا سكت خالص. انت مش عارف تقول له ايه؟ لا انا سكت خالص. قلت له طب كابتن رضا هعيد على حضرتك السؤال ثاني، عدت الجملة اللي أنا قلتها لكم دي كلها نفس لا عدت الجملة بقول له يعني أنا أنت 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 واقف في لعيب في نجم قدامك فأنت بتقدمه، بتقول له واحد من نجومك أنت عارف إن هو خسران، وكابتن رضا يعني بتهديه بقى شوية. انفعالاته يعني بتطلع في وقتها يعني انفعالاته حاضرة، فأنت بتفرش له الدنيا يعني. راح عايد القصة تاني، راح قايل برضه رد نفس الرد. بيني وبينك للأمانة وأنا أول مرة بقولها، أنا كنت واقف قدامه والأول مرة في حياتي أعملها وإن شاء الله تبقى آخر مرة. وأنا واقف قلت له أنا أنت ليه؟ في بالي ما هو أنا أما يترد عليك الرد ده أنت عدتها مرة والتانية، وإيه السؤال الرخم ده؟ السؤال رخم قوي اصل بعد اللقاء بعديها اصل انت رخم قوي. فانت ما سبتوش بقى لما جه؟ لا تعالى بقى. هو قال لك ايه؟ قال لك إيه؟ وضع ايه؟ انا معايا نيمار وميسي ومعايا ما اعرفش مين ومعايا مين. انا مالي، انا ليا بكوره، ماتش انا قاعد بتفرج عليه وماتش انا شايفه. انت ما عملتش حاجه في الماتش وانت اتغلبت. يعني ما انا ماليش علاقه بالقصه دي كلها. طب الكاميرا اتطفت. خلاص؟ لا ما ينفعش اصلا. لا ما ينفعش لا. صدق حلو السؤال ده. انا الكاميرا اتطفت. الكاميرا اتطفت دي مش هينفع اكمل. منك ولا منه؟ مننا احنا الاثنين. لا مننا احنا الاثنين. بس هو اللي بدا. انا تعالى بضحك ليه قوي كده؟ انت متخيل المشهد؟ لا متخيلك ومتخيل هو اللي رخم على الهوا. انت تحت الهوا انت فاهم ايه يعني؟ قلت لك انت رخم على الهوا. وعلى فكره الهوا ايه؟ على فكرة هقول لك على حاجة، أنا اللقاء ده كان متسجل واتذاع بالليل. فأنا يعني طلبت من الناس عندنا مشكورين، قلت لهم يا جماعة أنا حصل معايا 1-2-3 لأن أنا حصل كمان بعد اللقاء. لا 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 لا, لا, لا عمري ما طلبت والله يا كانوا والله لو فيها إيه. أصل أنا واقف. المهم طلبت إيه؟ طلبت اللقاء يتذاع. حلو. اتفرجوا على أنا طلبت كده، اتفرجوا يا جماعة على اللقاء. حلو. لو أنا غلطان في حرف غلطان في حرف سلموني للناس على الهواء، طلعوني أنا الغلطان. كده بقى. لا ما قلتش تسلسل عادي. يعني انا بقول لك لا انت هبان انت غلطان ولا مش غلطان. تمام.
يعني من اللقاءات اللي انا اتبعت لي عليها الناس بتشكرني. جميل. اللي هو بقى على الهدوء انت كنت مصر انك تجيب عالي واللي انا بتكلم وبنتكلم في لا واضح انه بعد الهواء كان انت عندك الهدوء ده كويس إيه؟ جدا. لا بقى ما هو بعد الهواء ما ينفعش كده.